كييف شمال شرق أوكرانيا، ثاني أكبر مدن البلاد. هناك استدرجت أوكرانيا القوات الروسية المجهزة بالمدرعات والآليات العسكرية الثقيلة لحرب شوارع. سيناريو خاركيف يتوقع أن يتكرر في كييف حال دخلتها القوات الروسية. فالرهان بات الآن على حرب شوارع. هي معارك تجرى داخل المدن، يدور القتال فيها عبر الأزقة والمباني السكنية. نادراً ما حسم جيش نظامي هذا النوع من المعارك. سيناريو حرب الشوارع ليس الوحيد الذي تبحثه الولايات المتحدة وحلفاؤها. مع تصاعد القتال في العاصمة كييف، يتركز البحث عن سيناريو ما بعد سقوطها في يد الروس. وقتها يكون الخيار هو انتقال الحكومة الأوكرانية إلى مدينة لفيف غرب البلاد. لكن ماذا لو سقطت لفيف وسيطرت روسيا على كافة الأراضي الأوكرانية؟ وقتها من المطروح تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى، وتحديداً في بولندا التي لديها حدود واسعة مع أوكرانيا. ماذا عن أسوأ سيناريو ممكن؟ هو بالنسبة للغرب أن تلقي القوات الروسية القبض على الرئيس الأوكراني، أو أن يلقى مصرعه سواء في العمليات القتالية أو من خلال عملية اغتيال. وقتها ترجح نيويورك تايمز أن الغرب يبحث عن تأمين قيادة بديلة. ووفقاً للصحيفة الأمريكية، تستعد الحكومة الأوكرانية لإنشاء موقع رئاسي بديل غرب البلاد. مسؤولون أمريكيون نصحوا المرشحين لخلافة زيلنسكي وعلى رأسهم رئيس البرلمان بتجنب البقاء في نفس مكان تواجد الرئيس الأوكراني، مشددين على ضرورة نقلهم لمواقع آمنة خارج كييف.